عليكم، لاباس عليكم، بخير، صحة لاباس. اليوم ان شاء الله غندير معكم مسمن. المسمن ديالنا العادي ما معمر ما والو. دونك نبداو باذن الله. عندي هنايا نص كيلو ديال السميده رقيقه، هيا عندي نص كيلو. عندي 100 غرام ديال الفورس، عندي 100 غرام ديال الدقيق فورس. دونك غنخلطهم بجوج. عندي الملحة، وعندي قبيصة ديال الخميرة العجينة. هانتوما قبيصة ديال الخميرة العجينة. دونك غنعجن بالماء دافي. العجينة ما تكون قاصحة، ما تكون جارية، تكون عادية. العجينة بحال العجينة ديال الخبز. دونك انا غنعجنها. هانتوما شفتوا انا خلطت بعدا الخميره، الجهه اللي فيها الخميره هي الاولى، عاد غادي نخلط الجهه اللي فيها الملح، عاد نجمعهم بجوج. صافي وغادي نعجنها وندلكها مزيان، ندلك العجينه مزيان ونتلاقاو ان شاء الله. دونك هنايا هانتوما من بعد ما دلكت العجينه، هانتوما شوفوا كيفاش تولي عندي، تكون مدلوكه مزيان. هانتوما تسمعوها تتبدا كلها ترتق. صافي دابا غادي نغطيها تنخليها ترتاح واحد 10 دقائق ولا 15 دقيقه، وعاد غندوز نصوب لي بول. دونك هنايا من بعد ما خليتها ارتاحت شي شويه، دونك غادي نقطع هكذا واحد دي بول كبار. هكذا دابا باغ اكزومبل انا غندير ثلاثه المسمنات، دونك وغادي نقطع دي بول صغيورين، فريمون صغيورين قد هكا. دونك انا غنقطع هاد لي بول صغيورين وعاد غنقول لكم وكمال. هانتوما كل وحده عندي فيها 5 تاع لي بول صغيورين، كل وحده كبيره غندير لها 5 ديال لي بول صغيورين. مي فريمون صغيورين، مازال غنقادهم اللي لقيتها بانت ليا كبيره غنقص منها. دابا انا غنكمل هكذا، غنقطع لي بول ونتلاقى. دونك هنايا انا كملت الخبيزات. دونك عندي هنايا درت 4 كبار، ودرت كل وحده درت لها 5، 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5. دونك غادي نغطيهم ونخليهم يرتاحوا واحد ثلث ساعه حتى نص ساعه ونتلاقاو ان شاء الله. هنايا من بعد ما خلينا المسمنات ديالنا يرتاحوا، دونك عندي الزبده بحراره المطبخ، وعندي خليط ديال الزيت والزبده. دونك غندهن فلون كاراي وغادي نسرح هاد المسمنات صغيورين. هكذا غادي ندهنهم مزيان، وغادي نرش عليهم الزبده بحراره المطبخ. غندير فيهم الزبده هكذا بحراره المطبخ. هنا هنا ورشها بالسميده.
دونك غندير خمسة وحدة فوق وحدة. غادي نسرح الثانية هكذا بنفس الطريقة. الزبدة وغادي نهزها نحطها فوق الاخرى هكذا نقادها بالطريقه هكا. دونك نرش فوقها السميده هكا. نكمل هاد الخمسه دابا هكذا. انا غنكمل هاد الخمسه هادو ونتلاقاو. دونك هادي الخامسه هادي الكريسة الخامسة الصغيرة. دونك غندير السبدة وغادا نهزها فوق الاخرين هكدا هكدا ونرش السميدة هكدا. دونك وغادي نحطهم دو كوتي وغناخد ليهم الكريسة ديالهم الكبيرة نسرحها بالزبدة والزيت هكذا. ها غندير ليها الزبيدة والزيت وغادي ندير ليها الزبدة بحرارة المطبخ هنا بهاد الطريقة. هادي الرش السميدة وغادي نهز هاد الكريسات وغادي نحطهم هنا في الوسط هنا هنا. دونك هنايا شوية ديال الزبدة دونك غناخد هكدا نقطع العجينة فوالا وغادي نجمعها فوق هادو هنا وغادي نقلب المسمنة صافي غادي نحطها ونوجد الاخرين كلهم بهذه الطريقة. كلهم غنوجدهم بهذه الطريقه. غنصوب الخبيزات الصغيورين الكريسات الصغيورين ومن بعد غنصوب الكريسه الكبيره. هكذا
دونك نعاود معكم هذه. دونك الزبده بحراره المطبخ، سميده، دونك غنديرو الثانيه، دونك انا غنكمل بعدا هاد الخمسه ونتلاقاو عاوتاني باش نديرو الكبيره. دونك هنا من بعد ما كملت الخمسه في الكريسات، دونك هانتوما قادوهم، دونك غنبداو نسرحو في الكريسه الكبيره. ندهنها، السميدة، ونحط في وسطها الكريسات، تجي رائعة كمسمن، تجي بيان فويتي. فوالا وتنحل، ما ديروش الموس، الموس تيخسر العجينة تيريها، ديروه هكايا الا عندكم جرالة اولا الا كان الموس تحكمو فيه، تخليوه يعوج لكم العجينة. هنايا سخنا المقلة، غنديرو الزيت وغنهزو المسمنة ونحطوها، نقلبوها
نبقاو هكا كل شويه نقلبوها حتى تطيب كلها. دونك انا غنكملها في الطياب ونتلاقاو. دونك انتوما شوفوا المسمنه فريمون، شوفوا التوراق، شوفوا شوفوا كيفاش جات مورقه ومقرمشه. هانتوما هانتوما شوفوا كيفاش تيجي مورق، تيجي فريمون رائع بزاف بزاف بزاف. عاد هانتوما المسمنه الثانيه راها تطيب. دونك هذا سميتو. هانتوما شوف انا نعاود نقسم معكم هاد الجهه هذا. شوف شوفوا المسمن كيفاش داير فريمون. كنتمنى انكم تجربوه لان فعلا رائع 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 بزاف. عاد غير البوطه ما تكونش مجهده، تكونش مجهده عليه، تكون بشويه باش يطيب مزيان، باش ما يبقاش لكم من الوسط ما طيبش. هانتوما شوفوا كيفاش تيجي فريمون. ديروا به تريد، ديروا به حطوه للضياف بتحمير وجهكم. فريمون رائع. هانتوما المسمنه الثانيه، شوفوا كيفاش مقرمش، تيجي مقرمل فريمون. هانتوما الا تسمعوا التقرميله ديالو فريمون رائع بمعنى الكلمه، رائع بمعنى الكلمه وبالصحه والراحه. غير ملي تحيدوه ضروري حطوه فوق منديل المسمن، ما تحطوش ديريكتومون فوق طبسيل، حطوه فوق منديل حتى يبرد. هانتوما شوفوا المسمن من يبرد، شوف شوفوا ورقه ورقه كيفاش تيجي، تيجي رائع بزاف. عاد الصحه والراحه. هانتوما شوفوا كيفاش تيكون في المقله، غادي وتتقلبوا وتتقلبوا حتى تتحمر، تيجي مقرمل كوم يلفو وبالصحه والراحه. من ديالنا هانتوما ها هوايا، شوفوا كيفاش مورق ورقه ورقه، تيجي رائع بزاف. عاد وشوفوا القشره ديالو كيفاش مقرمشه، هانتوما سمعتوها تتكون مقرمشه فريمون توب. وبالصحه والراحه، تلا قدمتو لضيافكم بتحميره الوجه بالصحه والراحه، وساهل ما راكم شفتو، ما فيهش شي عذاب ولا. دونك بصحتكم وبراحتكم.